يقولون الأعصار لونه شفاف، ولكن أعصار الريال بقميص أبيض وبلايون أبيض وبصبغة بيضاء. ترجع الكرة مدريدية، كارفاخال، كارفاخال يلعب الكرة، فالفيردي الواعد، فالفيردي موعودين عشاق الريال بنجم جديد. هذا هو فالفيردي، هذا هو فالفيردي، فالفيردي تحت مناظرة من إرنستو فالفيردي كوتش البارسا. ينطلق إسكو، وصل إسكو، حط الكرة إسكو، يلعب الكرة توني كروس، توني كروس لكازيميرو، كازيميرو لكارفاخال، كارفاخال فريق مدريد. أعتقد زيدان فهم أنه إذا يستنى في الدفاع باش ياكل، لذلك حاول أنه هو يهاجم نادي برشلونة، يمنعه الماكسيموم من الكرة. ترجع الكرة باش يمن شره، باش يمن شر الهجوم الكتالوني، والكرة ممتازة حلوة برشا مرة أخرى من دي، بعيدة هذه المرة، بعيدة على جهة الفرنسي، والكرة ترجع من جهة البرتغيز نيلسون سيميدو. هنا خطأ واضح، فماش كلام، فما فاول، الحكم معطى أدفانتج، اللاعب ما طاحش، وبالتالي الحكم معطاك شانس باش تواصل، والقرار سليم. ترجع الكرة عن طريق اشتغل كورة تير شتيغن. هل بدنيا ريال مدريد في 72 ساعة بعد ماتش صعب في الميستايا ضد الخفافيش بتاع فالنسيا يرجع اليوم يلعب ضاغط بريسينج عالي إلى حدود دقيقة 90؟ سنرى هل البدن يجاوب أم لا يا مدريد. كورة ترجع من تيبو كورتوا، راموس، راموس، والكرة ممتازة جدا ريال مدريد، وفتح السلل رجع إسكو، كانت كرة خطيرة بلمستين ضربوهم في الدفاع، وهنا يدخل أرتورو فيدال صاحب رباعية من الأهداف في هذا الموسم للكتالوني. يدخل أرتورو فيدال، نعم مشكلة برشلونة هو هذا التفوق العددي للميرينجي في النصف. الكرة ترجع مرة أخرى عن طريق الهجوم، ما يعديش جوردي ألبا. كرة ترجع للريال مدريد عن طريق كازيميرو، كازيميرو حتى إسكو ضرب الدفاع بالباس متاع جاريث، يمشي إسكو يدخل منطقة الجزاء، ولكن في تغطية من الدولي جوردي ألبا. برافو جوردي القادم من فالنسيا. مرة أخرى شوف الضغط، شوف الضغط العالي على حامل الكرة، إيش تعمل؟ إيش تعمل يا لونجلي؟ لونجلي حط الكرة جوردي ألبا، جوردي ألبا ترجع له، الكرة كانت في مراوغة من بيكي، لين لونجلي، ولين اشتيغن، ومن عنده راكيتيتش تتحط لسيميدو، والريال ضاغط وبرشا روح، برشا جرينتا من الميرينجي، البرسا مش لاقي الحلول، الريال يسيطر يصول ويجول هنا في قلعة وحديقة نيو كامب. ترجع الكرة توني كروس، فالفيردي مش عوداله، والثالثة ثابتة، والركنية موجودة يا فالفيردي. الأوروغواياني محبوب الجماهير، حبيب الجماهير الجديد لدى المدريدية، يسدد وكاد يمر. جمهور كاتالونيا غاضب، جمهور البرسا لا يستأنس بهكذا أداء في القمة، ممكن يسمح لك ضد أي منافس، ولكن ضد الريال وهنا في كاتالونيا وفي يوم البحث عن الانفصال ممنوع. ترجع بالراس راموس، الركنية السادسة، 6-1 للريال، الريال يتفوق بكل أرقام، ولكن أهم رقم ما زال التعادل فيه يسود، ما زال البرسا عن حظوظه يذود، وما زال مدريد عن قمته وصدارته يعاند ويحارب. ترجع الكرة مرة أخرى في فالفيردي، فالفيردي وقفة، فالفيردي باس ما فهموش، يرجع في التغطية عن طريق اليساري، كرة من جوردي ألبا، وكرة في التماس، تماس للبرسا، يتنفس للحظات فريق برشلونة. ممكن التغيير الذي سيغير شكل الموقع وشكل المعركة هنا في الكامب نو. لم نتصور أنه لستين دقيقة تقريب الريال سيهاجم بهذه الضراوة وسيضغط بهذه الشراسة. الريال تطور كثيرا يا سادة في ظرف شهور، هذا ببصمة من كان يطلبون له الإقالة، ومن قالوا عن أن عودته الثانية ومرحلته الثانية لم تأتي بنجاحات الفترة الأولى. هنا الاحتجاج، هنا يحتجون، هنا كرات تلقى على ملعب الكامب نو، هنا طائرات عمودية تخطف صور للذكرى، هنا الانفصاليين يسجلون موقف أمام الدنيا. نريد برشلونة لحالها، لا نريد أن إسبانيا تستمتع بأكثر من 40% من ناتج الخام الاقتصادي بسبب برشلونة ونجاحها واقتصادها. هكذا هي كرة القدم، كرة القدم سياسة وبزنس، خلينا مع الفنيات. هنا كرة من ليو، هنا كرة من كازيميرو الجار البرازيلي، هكذا هي كرة القدم. والآن ريت سمعتي موقف أنا وراي، نعرف شطروني فيه ولا
حتى هما لو عندهم العصافير تزقزق والسماء صافية زرقاء. هكذا وقت اللي صار الإشكال واللاوي يوريوني في الصور الجميلة، يعني يطالبوننا بأشياء ويضغطون عنا في أشياء ويحدثوننا عن أشياء وهم لا يعملون بها كذا أشياء، من شيء إلى أشياء، والكرة ترجع في وسط الميدان. القمة، القمة هنا بطابع السياسة، هذه برشلونة وصوتها العالي الذي ينادي بالانفصال ويريدون الاستقلال. أمورهم، نرجع لبرسا ريال، فالفيردي تنقذه فترات وتعقبها ممكن فترات يا زيدان. هذه الوقفة الجماهيرية السياسية التعبيرية قد تكون في خدمة إرنستو فالفيردي، قد تكسر رتم الريال، فما ذنب الريال مدريد بلغة الانفصال. ترجع كرة برشلونة، كرة للكتالوني عن طريق جوردي ألبا، كرة من جوردي، كرة من جوردي، جوردي ألبا. أنا لو كنت من الانفصاليين الكتالان راني لو واحد ترميت 40 كرة، يعني هي معبرة 40% الناتج الاقتصادي الإسباني مني أنا برشلونة. في يوم من الأيام تحت إمرة كارتاج ترجع الكرة من تاريخ الماضي. لا ثوابت، لا ثوابت، لا في الجغرافيا ولا في التاريخ ولا في السياسة، لا ثوابت، هي متغيرات. الكرة ترجع مرة أخرى للأسمراني. خلينا توا خلينا نحكيو على ريال بارسا، ندوروها اتجاه معاكس. ترجع الكرة مرة ثانية عن طريق الهجمة، والكرة مرتدة، والكرة تمشي من توني كروس، وكروس يخسر كرة، والويس يمشي في كرة، الويس، الويس تذكر. وهذه الوقفة الاحتجاجية قد تغير شكل المباراة مع دخول تكتيكي نيلسون سيميدو اوت، ويدخل هين ارتور الكينج فيدال. يمشي ليونيل ميسي، يتعدى ليونيل ميسي، ميسي وصل كرة، هي عرضية، يخرج تيبو، يخرج تيبو كورتوا. طيب الذكر كورتوا، يا ما بكى مدريد، ولكن جاب نقطة ثمينة قبل الكلاسيكو من 72 ساعة. تمشي كرة عن طريق الريال، مدريد اتاك، كرة لجاريث بيل، يتقدم جاريث، يتقدم جاريث، يمشي بيل، هز واحد اثنين، يعطي باس على يساره، تمشي كازيميرو بلمسة بسرعة بخفة بمهارة، وصلت لاسمراني مندي، مندي حط الكرة عن طريق بنزيما، بنزيما يرجع اسكو، اسكو، توني كروس، توني للريال نفس الطريقة، جيبوهم يمين، هزوهم يسار، والكرة ترجع في وسط الدفاع، مرة أولى، جارث بيليمان، لأرتور هو اللمسة، فيدال، فيدال تحت الضغط، فيدال، وميرينجي يضغط عن طريق كريم بنزيما، لمسة من الحارس، كرة من الفرنسي، وقفة من الهولندي، المولتي ناسيونال، العالمي برشلونة بكل الأسماء، من جيل، من وراء جيل، البارسا الممتع، دائما حرص برشلونة على يكون لديه دائما أفضل لاعب عالم، أفضل لاعب في العالم، والآن ميسي الأفضل وخطيرة، وجريزون مش ممكن، مش ممكن، ماذا أهدر الأسطورة، مش ممكن، خاف من كورة، تاهت منه كورة، داغ في كورة، انسى كورة، كادت تكون أغلى كورة، ولكن البارسا الآن يلعب، البارسا سيسجل، ماذا؟ خطيرة وفرصة وكورة في الشبكة، لا، كورة في ساق المدافع، يا سيوي نعم، ترجع الكورة تريكيسكو، ارتفع نسق المباراة، البارسا قلت لكم سيتغير، والآن الكرة تمشي سكو، او يا اسكو، او يا اسكو، القى الصخرة، القى حيط، القى الجدار، هذا جدار الكروات، هذا جدار ولد زغرب، يرجع الكرة يبركيتيتش، الآن نحن المباراة، الآن 50-50، الآن أرى البلاوغرانا، وإني أرى رؤوسا يانعة، وهدف حان قطافه، وإني لقاطفه، هل بلون أبيض فرصة على مدريد؟ أم سيكون لأكثر من نادي ينتهي برشلونة؟ 31 فاران بامتياز، أي تركيز للريال الليلة، يمشي فالفيردي الجوهرة الجديدة، فالفيردي في التمريرة الجديدة، كورة في اللعبة الأخيرة، يخرج نحياله، نحياله فرنسي، فرنسي نحياله، قلت لك شالها له، شالها له الأنجلي على كريم بنزيما. ربع ساعة، ربع ساعة في الشوط الثاني.
هذه الكرة وهذه الصورة هل فيها إعاقة لا؟ الرموس المندفع أكثر لاعب خذا بطاقات صفراء في تاريخ الكلاسيكو، لكن المدريدية يحبوه. أكثر لاعب خرج بالكرت الأحمر، لكن الفانيلة البيضة تعشقه. هذا المقاتل الشرس هنا كاد يرتكب بينالتي أمام ميسي، وميسي في عاداته يسجل هكذا أهداف، ولكن لأنه كلاسيكو ولأنها قمة ولأن من تعود أن يسجل جواهر ولا يسجل في شباك فارغة، ميسي قال لا، هذه ما تعنينيش، هذه ما تلعبنيش، هذه ما تغرينيش، هذه ما تغرينيش، باش نحط هدف في كلاسيكو تاريخي بهكذا صورة ينساه العالم. أريد هدف للتاريخ، أريد كرة وتمشي كرة، يمشي سكو حاط الكرة في الدفاع، سلامات يا جيرار بكلمان، كرة زرقاء حمراء لا ترجع للريال، ترجع للريال. 62 دقيقة في المباراة، هذا الريال يكتسب شخصية من ماتش لآخر، هذا المدريد يكتسب شخصية البطل من لقاء لآخر. حلوة من دي، يمشي من دي ويقول شوف اش عندي، والكرة تمشي لمدريد، كرة طويلة جارث ولا وقفها، أوقفها، يمشي جاريث، جاريث طولها، الدفاع يصدها وصراع الرجال، كرة تخطف ولكن تخرج براوت، ترجع للريال، كرة بحيازة أولاد العاصمة. الكرة في هجوم مدريد، كروس، كروس تمشي بالكرة، أحلى وأقوى مباراة تلعبها الريال من سنوات، أنا يمشي عن طريق مندي، مندي مكسب كبير. مارسيلو اليوم على احترام، لو لعب ماتش اليوم كان تكون شوارع وأخطاء العادة في الدفاع من اليسرى. ترجع كرة حلوة برشا ويورا بالدفاع مش يتيح له، لا كارفاخال يحتاج حتى إلى تاكل، يرجع بالكرة يسلم، سلم واستلم، سلمتك نظيف، سلمني نظيف، يمشي تيبو كورتوا، تيبو يلعب كرة طويلة.